تحية ثمينين الاستثمار السياحي وماذا نرى لهذا السهم الذي ما زال يتداول فوق دعم مهم جدا جدا مستوى 80 قرش لكل من قرب ليه، هيكون فرصة ممتازة جدا جدا لشراء السهم. لو احنا بنتكلم عن السهم، السهم عمل لنا موجة وصحح على شكل سي، صعب الموجة الثالثة اللي طبيعي يحصل تصحيح ما قبل تكملة الاتجاه الصاعد، يعني السهم ما زال له أهداف صعودية، وطبيعي جدا جدا ان احنا نشوف تراجع بسيط ما قبل تكملة الاتجاه الصاعد من هذه المناطق. المفروض ان احنا عندنا ميدان ربح ممكن يوصل لحد مستويات ال 38 فيبو، ممكن يوصل لحد مستويات ال 50 فيبو، يعني ممكن نرجع لحد مستويات الجنيه 90، مستويات 2 جنيه، ثم نعود لتشكل قمه جديده واختراق القمه السابقه. يعني لسه على المدى الطويل والمتوسط اعتقد ان لسه عنده هدف عند هذه المناطق، واعتقد كمان ان احنا ممكن نشهد قمه جديده. لو رجعنا للسهم وقلنا طيب ناخد مستهدفات فيبوناتشي، هنلاقي نفسنا بنبقى اسعى مستويات من 200 ل 261 كهدف للموجة كلها، وال 161 فيبو كهدف للموجة الثالثة، هنلاقي نفسنا كنا قريبين من مستويات ال 161 فيبو اللي عند مستويات ال 2 جنيه و30 قرش، وضربناها إلى حد ما، وبعد كده المفروض إن إحنا بنصحح ما قبل تكملة الاتجاه الصاعد وضرب مستويات ال 2 جنيه و60 قرش اللي هو الهدف اللي عند مستويات ال 200 فيبو. حتى الآن حركة السهم أعتقد أكثر من إيجابية، واللي بيحصل هو مجرد تصحيح عادي لتكملة الاتجاه الصاعد. ممكن كمان نرد من عند مستويات ال 2 جنيه و15 قرش، وحتى لو نزلنا على فيلمات صغيره حتى الان اخر ضلع ما كسرش، يعني احنا لو لاحظنا الضلع ده بتاعنا ما كسرش الضلع ده، وعندنا منطقه طلب هنا قويه للان اللي هي عند مستويات ال 2 جنيه، علشان كده ممكن التصحيح بتاعنا ممكن يمتد لمستويات ال 2 90 على ما اعتقد. ده يعني اسوء التعديلات، ولكن خلينا نمشي مع السهم واحده واحده، ولكن ما زلت شايف ان السهم ما زال له أهداف صعودية جديدة، وأعتقد إن السهم لسه ما انهاش الموجة بتاعته بالتوفيق.